42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن. 37% من الزوجات اللائي يتعرضن للعنف من الأزواج أميات. 35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني. 47.5% من النساء يتعرضن للعنف النفسي. 14.5% من النساء يتعرضن للعنف الجنسي. 86% من النساء اللائي تتعرضن للعنف يعانين من مشاكل نفسية. 64% من السيدات يتعرضن للعنف من الزوج الحالي. 1% فقط من الزوجات المتعرضات للعنف الجسدي سعين للحصول على طلب مساعدة. 70% من حالات الاعتداءات على الزوجات سببها أزواجهن. 20% من الآباء تجاه بناتهن. 10% من الإخوة. الأب هو المرتكب الأول للعنف ضد المرأة عند بلوغها 18 عاما. 6.15 مليار جنيه قيمة الخسائر التي تتكبدها المرأة والأسرة في العام جراء العنف. 831 مليون جنيه تكلفة مباشرة من جراء العنف. 662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة معنوية جراء العنف ضد المرأة.